في الصيف جاي في دابا شونا في التسعينات تاع تاعي الاقتصاد تاع خند سوخن بين غويسن جرائد هراوة مزيغ العالم الأمازيغي التسافر إذا هو يخدم تيجي محاف وزارة محاف العربي وهذه حرف لاتان الجرائد من بعد ذني المحاولة في أصحاب العربي راح باش يدعمن في جمعية لندن بحول التبادل الثقافي لو شي عاصم باش يعاون في باش السفر اللي صار شرط مخينا الإحصاءات للحرف العربي مع هذه المخنونية لغاسم الحرف العربي من الجنة رسمي غاسم في الجمعية لقانا حرف لاتان قيمة تشكرا بحرف اللاتان وبيغا ذايا الصحف العربي أبو سيدا بإثمتنا بالحركة الأمازيغية جهة الناظر نصحنا إننا يبدي يشوف من رحصة الصحف اللي ساونتين رحصة عدد من الخفين في هنا هو ودوش عيد عملوها تنشر تانية رحصة لا مصاعدة زمانك الصحف السهل قاعد بنت جنود يعني نيوز دوسا هذا هو باش تم بزاف الشعر وانا في المزيغ ناري شو هذا الغاية الاكستراكي ديما الغاية كسيطة يزلان ناري في الاكستراكي ديما تمنى كي قاربت ما تحسي صغور بعد ما قاربت وديما قاربت قاعد تسير لك في المزيغ تحسي غريب ودقاغ ديما زراني تكاريد صماط ديالي تكاريد صوري مليت سدويين ولا مكيتينو السيج عليك تايا تايا غنيا المهم نعرفهم من تايا جرايد الغويسن صغار السنين السنين الناس خصها نجمعها وجمعها خصنا صحاب ثلاثة الناس وقفنا جمع بعد التبادل باش يدعمن هي صدق الحرب العربي زين بين الحركة الأمازيغية في إثبات نازي النظر أنك بدي حركة الصفر المهم يقدي زمان الصفر البرامة تعتمد على الجمعية ومن سنين كاينية وسافر في شارع طنجة يلقى جمود دينا طنجة مع السفر شوية شوية جمود الجانب الثقافي من بعد سن تاخذ دولوب دينا دولوب كيف يلقى جمعية مصرية دولوب مزيان قدرت في تسعين سنة لك الجمعية السنة اللي تدخلت بعض هذو ربيع يعني ولا جمعية قيمة قاسمة صغيرة سيد الصفر البيسا قيمة ممكن داير قيمة كيف شخصية يعني شخصية صغيرة وهو يتمس تعجلة ضغية يعني قمي عزيز ديجا أنا خف فرد قصيدة على فرد عزيز الصفر البيسا ما عالم من يتصرع عليه ربما من يعني بالفعل ان وحنا مثلا جمال في مجموعه من الاخطاء هي الاخطاء في الكتابه في التقطيع وراعي في مجموعه من القواعد سميزي يو راهي اصحاب لاتا ويعشي كثار بالفعل ان قيمه كلمه طرد قاسم الدين راهي اصحاب لاتا هذا هو حرف تيفينا اثنين الحروف اللي بغينا نتكلموا فيها ونعطي مع شي حاجه وزيد ما نفكرش بين حرف انت فينا وواحد هويات حقيقه اللي هو نص عادي تقولوا شي عشاق الاستعمالي ولا شي استعمالي ما تستعملش بزاف يعني راس قيمه يمكن لهم هنا راس قيمه ادخاري مدخره يعني رموز رموز واحد ولكن المناخ زاد بعيد على كي بعيد يعني من ناحيه الهويه لكن حقيقة سلبي حقيقة هنا هي اللي مصاحبة هي اللي مصاحبة ولكن الدار كما هي مستقبل إن شاء الله دينا مصاحبة ديال وبيخنا في جمال يوزف سندي ناصي أخذ مغر جيتا ولكن كما هي الحفلة كي دي كورسي سيدة الحفلة التي فينا غينا هو حفلة هوياتي ميمي باش تقيم أزري مثلنا تقيم عصي وزري المليح وثانيين يقن الهوية يعني الحفلة الهوية أسكن الهوية وليه المهم من
بالنسبة للحرفة ولكن المزيخ الهوياتي مهم من مي لأن بني السنة بحروفة عشنا من بزاف معروفين أنا في السنة التقليدية أنا في الأركيولوجيا الآثار معروفة يعني أخوان دين يخصصنا القراءة نسن يخصصني البلاغ نسن يخصصني استعمال نسن وربما هو يخصص الدعم لنا شي مغا مشكلة في إجراء يلقاني عدان ربما تعاني في الجانب الأولي بزاف بزاف لأن تعاني لنا الدعم ماشي الدعم مهمين لنا بالنسبة للمزيخ باش نبدا لأن إخصاص ضروري جانب الأدب جميع الأنواع يعني المسرح السينما الرواية الشعر وبالخصوص الشعر لأن يجمع مجموعة من الرموز يعني ندوها يعني جان ورديق دائما عرف نضاف على مطغي نشيرو فقط من نظري لها غاد الاستعمال هو استعمال تواصل فقط هو اللي تواصل يومي فقط اما هو اللي جاني قيمه وقيم شيء يعني عرف نتمم ما قيمش شيء جاني قيمه قريبا نساوي زاتهم يجينا بيرا والمجالس مجالس مثلا جماعات نساوي زاتهم بزاف ولا درجه يتيس اول تيس الامثال تيس بزاف الامثال استعمال بزاف ويتيري غني بزاف اللغة يعني طعيان زي بزاف يعني تسمى طعيان الامن عجيب طعيان اسمه خمخ ثمانية يعني مليح بزاف من يخص من الاستعادة من اللغة سامية غير يخص الدعم بزاف لجانب الوالدين لنا مهم بزاف خصوصا الجانب ديالي لنا نمرو ونسوي زاف ونمرو نعاونو يعني مني باش نهوز ذا باش نراكم لان المراكمه سمع المراكمه في الشعر في الروايه كنا في الاداب مليح مستغلين معالينا مؤسساتيا يحتاج المؤسسه يقعد معاهم واش عارف يمشي لهدا واش سوي جرى شي مازال المؤسسه ديال التعليم كنا مهم بزاف التعليم القصص وخا ما عادش في بالنسبه غير التعليم التعليم ما عرفتي مثلا الشعر المازيخ نعرف مثلا نوع غزيري الاحراق الروايه القصه هذه مهمة من بزاف هو الدعم هو الجانب اللي خاف من التعليم مستقبلا عن تعليمنا الثقافة مع تيري دبنا الصباح شنو نتائج من ذلك؟ بالنسبة للكتاب الكتاب الأمازيغي ودينتي الدعم قاعدة باش من اللي يجعل مش مثلا اعتمد بزاف خيرو وحق الناس اللي تجي تسوق بيس في امكانيات المغالا بالنسبة لتخصيصي من التناول بعض المثلين اللي يصير ما نشر القاعدة هنا غنش دين شي مساعد شي الناس شي سيفا مرمى جمال خيسا وسامي زلزام من القصدار داس وش هنا وش جانب سيبي شو شي يتضاق الظاهر انه هو جانب سيبي ولكن شي العمق بشي لان الزغاثينة غزغاثينة بان شمي زلزام مهم في الصورة زلزام وسان انه الصورة مجازية بالنسبة قلنا تزوزو لما تكسن باش تكسن الحب يعني ندير الحب صغور زنيتين السان معنا السان لنا خليط السان ماشي ما التاريخ ما غير السان التاريخ ما غير خلط ليس بزاف مسائل مندسة مسائل مشوهة مسائل خصها هذه اللي زوزا باش يعني ما نونية الحبة نونية مش ما حنا مثلا وشرو من يقيم شخص شي انه ما يقيم نفسها هذه اللي ندير الحبة نونية جنوهي بالنسبة للغيرة بالفعل إن بالنسبة قاعة الموضع تيمة نتناول القاعة على خارج المواث وبالفعل إن تشتغل خارج المواث بزاف المواث لأن أزال سقطنا المواث يعني وبالنسبة للغة لا اللغة سوى لأخ اللغة إن زي تسوى سوى خلوة إرسنا نتا إرسنا سوى ثمانية لأن سوى معه مثلا ابن مدري ديال ابن مدري تاع بزاف كان لين تجي خصها ولمي غادي تجي هي بحال قصيد يعني الكتابه مهمه مي لان غاسي الصوره بقصيص مش من هنا ميد الزور كبير بحال يعني بحال هو
مرام يخدم بزاف تاعي ممكن مستقبلا تيشان جبغي نجد مليان مستقبلا بالنسبة لي على مستوى اللغة. واخا زين يسنا غير ما يوض يا الزواد يا الزهر لقينا سي موغاز ايو الدراس وبريد من زيد لقينا سي سياس يتو ذا زراينس صدانا ستيكري صدانا لقينا سي مرجاي من زيد ضحاميز نسقاس صمغار وثوعار الصفحة 36 الصفحة 36 لقصيص وسنين الصفحة 33 أو الضايخين أو الضايخين يعني أو الضايخ فينس يسير فينس يزوار بحار يزوخ فينس يثموران ميدي يجا ثمار فينس يصنع ذباغ لان يزون أتك ذكري نسكوات وخذ دي ذكري نسكوات وطفقي ذك ذكري نس حتى ومي الضار ويوفي فينس من زي زوران نس أقنن أقثن كيس مارتينز يقنن اي خيس دانو غشتن صحة 25 حمو يتصل تمجع صوت تمجع حمو الحرامي هذا زرن يطول زي ثمجة الذور بغزران صوت تمجا حمو الحرامي أذكار من التين مضران أذو ثناجون الصبحا الذور دارا صوت تمجا حمو الحرامي أفسيا نراون أفسيا نراون هذا عجيجا هذا عجيجا الصنصن يسمون تيذك يتزرم في اجتياح ماذا؟ تشكاحة مزافة صنصن الحضر طوكيا نفر
التكبيرين كما نقول نجد هلا والدتي بالحق و تسمى مخلط ذاك العلم ذاك الايديولوجيا ذاك بزاف الثقافات الله يقول لك هي لازم بسيط ملي تبداش تحفى مهم الانسان هذا يبدا ومهم كذلك مهم هو الرياضي اللي بدا مش ملي يقولوا السباق الصحف تفيدا زعما تعجبك هي الصراحه ديال ولكن غاي صعوبات يعني خا زود غير فلا ونتمنى نفضلها يعطى الله هنايا بزاف ديال الحوايج ونتمنى نفضلها هي تجديد شي حاجه تبغي نسمي بها مازال نساء الحق تاع جمال الحصول خاص لنا مضى بزاف في الزوايا سكين زي طرجة ورمدنا دارين الشعب اللي مسمون مازال نساء لكن بالصدف عمرش نتسمى كي مسمون مازال ويتمشي نتوقع نشوف ديما الشعر تقول لي سوبر الحكيم مثلا الحكيم زي زعما علينا زي قريب المؤسسين مسمون مازال نساء باش تحقق في اواخر 90 يمكن مسرطة في بلاد الصين على مصر مثلا كي بدا راه عارض باش يقيم من يجي الله سبحانه ديما لا يكون شيء هو حكيم انه يتواضع بعد ما يموت والي باش تسمى غادي يوقع يجي الكتابين وداك الشيء يجي يجي قرا يجي ضم الصغير يجي تاع ديما الشعر شوف ما يقصد باش يسكت في السن جا هذا يقول جدع من الجبار كبير ويتواضع شي توقيع داخل المقر اللي مسمو ديال مزيان عصير ديال الزمن ديالو داخل المقدم الجمهوريه وبيكون تواضع على الاقل الجلال حنا ما كيبقى لنا الا نشجعوا ومثل حكيم واللي غادي نوجهو انا شخصيا هو حكيم ما يبقاش غير يكتب حكيم خصو يكتب ويقرا بصوت مرتفع حكيم خصنا نشوفوه في المهرجانات والانشطه ديال الجمعيه حنا كنجيبو شعراء كان ناسي نساء اللقاء الاولمبيك سقايا وشنا حنا كنعرف دائما حاضرة تحية عالية للمختاري عبد الحكيم بالحاج قلت الحقيقة بالنسبة لي زعر ديال الشاعر بغا ولو أن عاد المبتدئ ربما زعما سنين المبتدئ ولكن الشاعر بالنسبة لي ما دام أنه يكتب مع مغام ديالي الشعر بخصوص في المنطقة نعرف أعتقد فيما أن مثلا حافظ يوري لدى بالنسبة لي يمكن من النكجة لأن اللغة الأمازيغية ستيفينا عاد شيء منتشرة بزاف في جمعية نساء نساء على هاد وهاد الأنشطة اللي كتقوم بها خلال هاد الشهر رمضان والالتفاتة اللي خدتها تجاه هذا السبب ديال الأخ حكيم الحاج أنا يعني الكلمة هذه يعني ربما تكون في حق شخص حكيم الحاج باعتباره صديق وزملاء كطالب باحث في مصدر الشأن المحلي اللي معروف عليه السي حكيم انه انسان قليل الكلام هادئ جدا ولكن حينما يتعلق الامر بالهويه فهو بركان انسان عصامي ينفجر حينما يتحدث عن الهويه اللي يعقب عليه الاخ سعيد انه ربما الوصول بها الحق ترجع الى كذا نتمنى ان من على الفوق وخصوصا كمناشد يعني الجمعيه انها تبادر الى العمل على الكتابه او العمل على تنوير بالحرف تيفينا لاننا نتحدث عن الهويه ونتحدث عن الرموز ديال الامازيغيه نكتبوا بتيفينا ولا جعبري اجد لحن الناس واحد الفكره اخرى مشات لي المعين تحيه من جديد اخر
بيجو سابس مين ساخ مقر هو ويت الفاد ساغاث بوبر المزيخ أول المزيخ سس الفاد ساغاث في المزيخ نير السوادن في بني خدمين مزيخ نير السوادن خدمين نشو بسين نموتيت نشني ديري في نموتيت قارف نشي دار الدين هاد زقنا بقى زقنا ونسين المزيخ عم يخسجيني إذا نخسر ديني يودي قال خسر أنا ريت مزيخ أنا ريت واعر من مين زمان ما تاري ما تاري يخسر أن كون الدعبي حتى دعبي حتى ثاني تاي أتريك أتسمون مجموعة وورن قد مزيخ باش أنا وضف أي عسند مزيخ أي عسند مزيخ قد تني ذوني التفكير أي مزيخ قبول الجين اللغة وزمان أنا وضع فيني أشكال الإبداعية اللي جات أتف عن السور خ ما يسمى ب مثلا الجودة قل من توجد أدبي والجودة وتتحدد شيء الكتابة تحدد في مسرين بنا إذا المنع يعني أتف المرة هذا يمكنه مثل حكيمة تيسي بعين الاعتبار أتف العديغة المرحلة النيرة قبل ما العديغة تسمح أدي غشت الكير أرشيت أنا مسؤول مسؤولية ما تفني ريح العلم أما هو من مسؤول مسؤولية